الله الرحمن الرحيم. جاء هذا الرد لعدد الفيديوهات التي تنشر في المواقع الاجتماعية، وكان لزاما أن أوضح الحقائق. ولفهم المشكل القائم بيننا وبين المدرسة والروض، أبدأ من البداية وهو عند شراء الأرض. اشتريت الأرض وكنت على علم بأن هناك روض للأطفال وبقع للفيلات، واشترينا بمحض إرادتنا. وبعد البناء تهيأت أمامنا ساحة، ومقابل سكننا فيلا، وأنتم تعرفون أن الأطفال لا يمكن إسكاتهم لأنهم في حاجة إلى اللعب والصياح. وشيدت بجانب الساحة المدرسة دون تحويل أرض الفيلا إلى أرض مدرسة، وقمنا مع بعض السكان المتضررين إلى مراسلة جميع الجهات المعنية أمام معارضتنا للمشروع واستعمال المباني بدون ترخيص وتأمين. أصبحت صاحبة المدرسة وعمالها يبحثون بكل الطرق عن المواجهة. وبتاريخ 18/3/2018 كان ابني عائدا إلى سكنه، فوجد الممر أو الزنقة تقريبا مقفولة لأن هناك سيارات تمنع الولوج إلى المرآب. وبدأت المناقشة مع ابني الذي كان يريد فقط الدخول إلى داره، وحولتها صاحبة المدرسة ومعاونيها إلى السب والشتم والتعنيف، وأقحمت آباء وأولياء التلاميذ في هذا المشكل. خلال هذا الوقت الوجيز تعرض ابني وبنتي وزوجتي للتعنيف اللفظي وغيره. حضرت بعد ذلك إلى المحل المدرسة وسرق أمام عيوني الهاتف المحمول لابنتي والهاتف المحمول لزوجتي. والآن أصبحنا نحتاط عند الدخول والخروج من المنزل بالنظر إلى عدد الأشخاص الذي يمكنهم الاعتداء علينا من حراس وموظفين. كما أن حاولت بكل الطرق خلق ضحايا أثناء الشجار، وسأوفيكم بشريط عن هذه عن هذا النزاع، شريط يمكنكم أن تطلعوا عليه. وأشير أخيرا أننا لسنا في صراع مع أولياء التلاميذ ومع الآباء والتلاميذ، بل نقبل أن لا نقبل أن يستعمل التلاميذ لأهداف غير تربوية وتعليمية. إن مطلوبنا المشروع يراعي حسن الجوار، ونناشد كل المسؤولين اتخاذ القرارات الناجعة لرفع الضرر. وكمان نطلب من عامل صاحب الجلالة رئيس المجلس البلدي، رئيس المجلس الإقليمي، المدير المندوبية التعليم أن يتخذوا قرار في حق هذه المباني التي تستعمل للتعليم بدون رخص. وإنني وأقول هذا وعندي ما يفيد إنهم حاولوا فبركة نزاع جنحي حتى لا نهتم بالنزاع المطروح أمام جميع السلطات وهو المدرسة بدون ترخيص. إنني قلت هذا لإبراز الحقيقة فقط، وأطلب الله أن يحل هذا المشكل في أقرب الأجال، وشكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.